متابعي صفحات قنوات ميديا تي في في مواقع التواصل الاجتماعي، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج دي جي سبور. فهذا العدد اللي غنطرقوا ليه ونخصوه للبطولة الاحترافية والصراع المحتدم على اللقب بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي. في الجولة الأخيرة والماضية الجولة 29 عرفت تصدر أو انتزاع الرجاء البيضاوي لصدارة الترتيب العام من الجيش الملكي لتعثر أو لتعادل بميدان المغرب التطواني، وهو المعطل اللي استغلوا على نحو جيد فريق الرجاء البيضاوي اللي فاز في ديربي البيضاوي بهدف للا شيء على غريمه التقليدي الوداد. إذا من بعد دورات كثيرة الرجاء ينتزع الصدارة من الجيش الملكي قبل جولة واحدة على نهاية أو البطولة الاحترافية، لذا ستشهد الجولة الختامية يعني صراع قوي ومثير ومتابعة أو تشويق وإثارة بالنسبة لمتابعي البطولة الاحترافية خلال الجولة الختامية، حيث أن الرجاء البيضاوي سيحل ضيف على فريق مولودية وجدة، بينما الجيش الملكي سيقابل فريق الفتح الرباطي. كلا اللقاءين سيكونان صعبين على الفريقين اللذان سيتنافسان على لقب البطولة، فيما ستكون أو المنافسين لن يكون بالهينين على فريقي الرجاء والجيش الملكي. للحديث أكثر على هذا حول هذا الموضوع يسعد لنا نستضيف الزميل الصحفي الرياضي حمزة شتويسي. حمزة مرحبا بك. مرحبا فيصل، ومرحبا كذلك بكل متابعي وأوفياء منصات قنوات ميديا تي في عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا بك. اذا حمزه، الجوله 29 كتعرف متصدر جديد فريق الرجاء البيضاوي، نجح اخيرا في انتزاع الصداره من فريق الجيش الملكي بعد حسمه للقاء ديربي كازابلانكا امام الوداد البيضاوي بهدف للا شيء. مسار الرجاء بكل صراحه ذكرني بتكتيك العداء المغربي السابق هشام القروج في السباقات الطويله لما كان يراقب السباق وفي اللفة الأخيرة ينتزع الصدارة. هذا ما فعله النسور الخضر بقيادة الألماني جوزيف زيمباور. فريق الرجاء ظل في المطاردة لجولات وجولات، وفي الجولة ما قبل الأخيرة حقق انتصار ثمين في آخر الأنفاس بهدف مميز جدا لآدم النفاتي في مباراة الديربي التي لعبت بدون جمهور، واستغل تعثر الزعيم فريق الجيش الملكي هناك بالحمامة البيضاء تطوان أمام المغرب التطواني. الرجاء استحق هذا التصدر كيف لا، وهو الذي لم يتذوق طعم الهزيمة هذا الموسم، وهو رقم قياسي للنسور الخضر. فريق بدون هزيمة رغم المشاكل التي عاشها، كان هناك يعني برلمان الرجاء حاضر من أجل يعني تأمين البيت الداخلي للفريق الأخضر من أجل احتواء يعني المجموعة، ورغم ذلك رفاق آدم النفاتي حققوا الأهم، واليوم يتصدرون بفارق نقطة. والأفضل يعني في هذا المسار هو أن اليوم فريق الرجاء أصبح مصيره بين يديه، أي نعم تنتظره مباراة صعبة في أقصى الشرق بين أمام فريق مولودية وجدة سندباد الشرق الذي يبحث بدوره بقيادة مدربه فوزي جمال عن الظفر بالنقاط الثلاث من أجل تأمين البقاء في الدوري الاحترافي. الأول مباراة ستكون مثيرة، قمة المتناقضات بالملعب الشرفي بمدينة وجدة بين النسور الخضر اللي عينهم على اللقب والسندباد الشرق الذي يبحث عن البقاء، في حين الجيش الملكي في ديربي العاصمة الإداري الرباط سيبحث عن انتصار على أبناء الإطار الوطني جمال السلامي فريق الفتح الرياضي الرباطي، وانتظار تعثر النسور الخضر في وجدة سيناريو مثير يعني يعطي متعة وإثارة للدوري المغربي للمحترفين بعدما غابت هذه المتعة بغياب الجماهير عن المدرجات. لأنه يعني اليوم صحيح الدوري المغربي هناك متعة وإثارة على المستوى الفني في بعض المباريات، ولكن هذا الأمر ربما سيغطي على الصورة القاتمة التي شاهدناها في الدوري المغربي بعدما شاهدنا وتابعنا العديد من المباريات بدون جمهور. نعم، هو ربما نقص الحضور الجماهيري هو اللي أثر على مجموعة مباريات في البطولة الاحترافية هذا الموسم. إذا حمزة، نبقاو مع لقاء أو مع فريق الرجاء. كان جميعا نعلم أن مباريات الديربي تحسم بتفاصيل صغيرة، حتى لو كان فريق أقوى من الآخر دائما كتكون ندية. يعني في هذه الفترة الحساسة فريق الرجاء البيضاوي كان لازم عليه ينتصر باش يبقى في التنافس على اللقب ويبقى لآخر لحظات أو عمر البطولة. إذا الرجاء ربما كان لقاء الديربي كان أصعب، جاء في واحد الفترة صعبة جدا من حيث السياق الزمني للبطولة.
أكيد دون أدنى شك، لأنه جاء في الجولة ما قبل الأخيرة، والديربي في حد ذاته بطولة بالنسبة للجماهير سواء الرجوية أو الودادية. هناك حسابات أخرى تلعب في الديربي. عزيز بن عسكر المدير الفني والمدرب، مدرب فريق الوداد الرياضي، أول ديربي له كذلك كان يبحث عن الانتصار. رفاق العميد يحيى جبران يبحثون كذلك عن الانتصار من أجل انتزاع النقاط الثلاث، ومن أجل كذلك العودة إلى السكة الصحيحة ولو نسبيا، لأن الانتصار في مباراة الديربي عنده وقع معنوي على نفسية اللاعبين، في حين الواقعية الألمانية كانت حاضرة لأن هناك عمل كبير يقوم به المدرب جوزيف زيمباور. التونسي كذلك المعد البدني عمر بن والناس لما عاد لفريق الرجاء، لأنه اشتغل في فترة سابقة مع مواطن ولسعد شابي، لما عاد للرجاء في المباريات الأخيرة اتضح على أنه حتى الفريق أصبح يعني بدنيا هناك طراوة أكبر. آدم النفاتي هنا نوعية اللاعبين اللي عندهم إمكانيات وفنيات كبيرة استغل ضربة خطأ مباشرة في الزاوية 90 اللي شاهدنا على أنها يعني كيف انبار لها يوسف مطيع الذي نتمنى له الشفاء بالمناسبة بعد اصطدامه مع القائم. هنا نوعية اللاعبين، حتى اللاعبين لما تمتلك لاعبين عندهم إمكانيات وفنيات حتى وإن غابوا لفترة طويلة من أنصاف الفرص بإمكان من يسجلون. ظرفية الديربي كما تحدثت فيصل لم تكن سهلة، ومع ذلك النسور الخضر حققوا الأهم في هذه المباراة، حققوا انتصار، ضربوا عصفورين بحجر واحد، الإطاحة بالغريم التقليدي، لتحقيق 3 نقاط ثمينة، الحفاظ على السجل بدون هزيمة حتى الآن، والأهم من ذلك الانقضاض على الصدارة مستغلين تعثر أبناء التونسي نصر الدين النبي، المدرب كذلك الذي يقدم نفسه بقوة بالمناسبة في الدوري المغربي بعدما شاهدناه من قبل هناك في تنزانيا، قدم مستوى كبير، جاء إلى المغرب قدم نفسه بقوة، مدرب هادئ، مدرب لديه فكر يحاول تطبيقه على المستطيل الأخضر. واليوم لازالت كل الحدود ملعوبة، لأن الجيش الملكي لا يجب أن ننسى فيصل على أن الجيش الملكي سيبحث عن الانتصار على الفتح الرياضي الرباطي، وانتظار هدية قد تأتي من الملعب الشرفي بوجدة، لأن مولودية وجدة، وأنا كان لي حديث يعني مع فوزي جمال في مدرب فريق مولودية وجدة في الفترة الأخيرة قبل يعني تقريبا 3 جولات أو 4 جولات، الشغل الشاغل في ذهن الرجل هو أن ينقذ فريق مولودية وجدة. صحيح هم في نصف نهائي كأس العرش، آمالهم كبيرة لما لا الوصول للنهائي أو التتويج، ولكن هناك يعني غصة كبيرة في حال كل أبناء مدينة وجدة من أجل أن لا يسقط سندباد الشرق إلى الدرجة الثانية. نعم حمزة، نتحدث الآن على لقاء الجيش الملكي والمغرب التطواني بمدينة الحمام البيضاء. فريق المغرب التطواني قدم مباراة كبيرة وواجه الجيش الملكي بكل ندية، رغم أن لاعبيه كان يعني الفريق يعاني مجموعة من مشاكل، الفريق أو لاعبيه امتنعوا عن التدريب قبل يوم من المواجهة، رغم ذلك الفريق التطواني استطاع أن يقدم مباراة بطولية، ورغم أنه لا يملك أي هدف معين للوصول إليه بحكم أنه ضمن البقاء في القسم الأضواء قبل دورات، لذا رغم ذلك يعني قدم مباراة بطولية بمعنى الكلمة. أكيد هنا انتصار كذلك للروح الرياضية، لأنه هذا يؤكد على أنه كرة القدم في مثل هكذا مباريات يجب أن تلعب. صحيح فريق المغرب التطواني ليس لديه ما يخسره، ولكن أبناء مدينة تطوان بحثوا عن تحقيق الانتصار بقيادة الرجاوي السابق عبد اللطيف جريندو مدرب فريق المغرب التطواني. فريق المغرب التطواني كذلك يمر بوضعيه ماليه صعبه، لان اللجنه المؤقته لما جاءت لفريق تطوان كانت هناك تراكمات ماليه كبيره من المكاتب المسيره السابقه، يحاولون انقاذ ما يمكن انقاذه، الفريق دخل في اضراب عن التدريب، كانت هناك تحفيزات ماليه ايضا من المكتب المسير لفريق الرجاء، لا يجب ان ننسى ان فريق الرجاء حفز لاعبي فريق المغرب التطواني من اجل تحقيق الانتصار. المغرب التطواني لعب باريحيه كبيره، الجيش الملكي هو اللي كان تحت الضغط على انه يجب ان ينتصر، تحت الضغط لأن التنقل كان كبير لجماهير فريق الجيش الملكي الذين حجوا بالآلاف إلى ملعب ثانية الرمل من أجل مناصرة الزعيم، فبذلك المباراة لعبت على بعض الجزئيات البسيطة. المغرب التطواني كان أكثر أريحية، ولمن تابع المباراة تشعر أنه يعني الفريق التطواني يلعب بدون مركب نقص، يلعب مرتاح، تقدم في المرة الأولى، عدل العساكر، تقدم أبناء تطوان في المرة الثانية، ثم عاد الفريق العسكري ليعدل النتيجة. أخطاء كانت ربما بين قوسين يعني عليها أكثر من التساؤل، لأنه فريق الجيش الملكي وقع في بعض الأخطاء الدفاعية التي كان بإمكانه تفاديها، ولكن هذه كرة القدم. فريق الجيش الملكي بمسار مشرف حتى الآن، وأماله لا زالت قائمة من أجل التتويج باللقب، رغم أن الفريق الأخضر هو الأقرب بما أن مصيره بين يديه.
كما ذكرت حمزة، يعني أخطاء قاتلة يعني دفعت الفريق الجيش الملكي للتنازل على صدارة الدوري المغربي. نتحدث الآن عن المباراة القادمة، يعني الجولة الختامية، فريق الرجاء البيضاوي سيحل ضيفا على مولودية وجدة، يتعين على الرجاء الانتصار لتحقيق أو لضمان اللقب، بينما مولودية وجدة سيسعى كذلك للفوز من أجل ضمان البقاء في قسم الكبار. يعني اللقاء بمثابة سد بالنسبة لفريق مولودية وجدة. أكيد، هو أولا كما يقال بلغة كرة القدم، الكرة ما زال ملعوبة بين الجيش، بين مولودية وجدة، الشباب المحمدية، الفرق المعنية بالنزول، وكذلك الجيش والرجاء الذين لدين ينافسان على اللقب. هي قمة المتناقضات بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مباراة منتظرة. حتى جوزيف زيمباور في الندوة الصحفية الأخيرة بعد فوزه على الوداد كان واقعيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وقال لا يجب أن نفرح اليوم لأنه تنتظرنا مباراة ستكون أصعب، وهو مؤمن جدا بصعوبة المباراة أمام فريق مولودية وجدة. مباراة لن تكون سهلة، مباراة يعني ستكون مباراة الموسم إن صح التعبير لرفاق آدم النفاتي في هذه القمة الكروية الكبيرة. رفاق أمين صوان لاعبي فريق مولودية وجدة كذلك يبحثون عن تحقيق الانتصار. لا يجب أن ننسى أن فريق مولودية وجدة مع المدرب فوزي جمال مجموعة من المباريات قدم فيها مستوى كبير، أحيانا الفريق تشعر أنه غير محظوظ، مجموعة من اللاعبين باتوا يقدمون أفضل ما لديهم رغم الغيابات والانكسارات والمشاكل، لأن مولودية وجدة من بين الأندية التي تسبح في المشاكل المالية وغياب الرواتب وغياب المستحقات والإضراب عن التدريب، ولكن رغم ذلك تحس على أنه هناك هدف لدى اللاعبين، هناك مجهود من الطاقم التقني بقيادة فوزي جمال. فبذلك اليوم أقول على أن المباراة لن تكون سهلة، لا على الرجاء ولا كذلك على مولودية وجدة. لهذا ضمنيا يعني عندما تنظر للمباراتين معا، مباراة مولودية وجدة والرجاء والجيش والفتح، تقول على أن الكرة لا زالت ملعوبة، وإن كانت الأفضلية نسبية للنسور الخضر تقريبا 60% مقابل 40%، هذا استنادا على المنطقة الذي يقول أن النسور الخضر مصيرهم بين يديهم، يحققون انتصار ويحتفلون بدرع الدوري. نعم، فريق حمزة، فريق الجيش الملكي بدوره تنتظر مباراة صعبة في ديربي العاصمة من الفتحة الرباطي. الجيش يعني سينتظر ربما هدية من فريق مولودية وجدة، وعليها التفوق على فريق الفتح الرباطي. الفتح بدوره يتوجب عليه الانتصار لضمان المركز الرابع المؤهل للمسابقات أو للعب المسابقات الخارجية. أكيد هذا سيناريو البريمير ليج، يعني أتحدث عن السيناريو وليس عن المستوى، يعني هو سيناريو سيناريو البريمير ليج. حمزة، هو سيناريو تقريبا مشابه للموسم الماضي عندما ضمن فريق الجيش الملكي التتويج باللقب في الثواني الأخيرة من عمر البطولة. أكيد، وهذه ظاهرة صحية بالنسبة للدوري المغربي، لكن لا يجب أن نقول على أنه ربما المستوى كبير، لأنه أحيانا حتى عندما يكون مستوى الأندية متوسط ستكون الإثارة ما عندهاش علاقة بالمستوى. فبذلك اليوم الإثارة موجودة، نتمنى أن نستمتع أكثر بهذا المنتوج الكروي، ومن هنا يعني أمرر رسالة للجماهير المغربية التي أتمنى صادقا أن تتحلى بالروح الرياضية بشكل أكبر، لأنه اليوم يعني يحز في الناس أنه مثل هكذا مباريات تلعب سواء في ملاعب خارج المدن، خارج مدن الأندية المستضيفة، أو تلعب بالشبابيك يعني بمدرجات فارغة. فبذلك اليوم نتمنى من الجماهير المغربية تتحلى بروح رياضية أكبر. هناك قمة أخرى كذلك في القسم الثاني يعني من أجل تحقيق الصعود بين الدفاع الجديد والكوكب المراكشي، فريقان عريقان من أجل العودة. فبذلك كل الجماهير التي تتجه إلى الملاعب يجب أن لا تسجل عليها حالة الشغب، وهذا سيساعد كذلك المملكة المغربية التي تستعد لتنظيم تظاهرات كبيرة. هذا بلدنا يجب أن نحافظ عليه كل واحد من موقعه، واعذرني يعني فيصل، حتى لأن هذه الرسالة مهمة جدا للجماهير المغربية. بالنسبة يعني للمستوى العام، أعتقد على أنه مباراة الجيش الملكي والفتح الرباطي كذلك ليست سهلة على الفريق العسكري، لأن الفتح الرباطي لديه إمكانيات كبيرة، وبذلك يعني كل شيء لازال ملعوبا، وإن كانت الأفضلية كما قلت نسبية للنسور الخضر. نعم، إذن حمزة قبل الختام، ما هو كمتابع للبطولة الاحترافية هذا الموسم، ما هو تقييمك للحصيلة التقنية لهذا الموسم؟
الحصيلة التقنية تأثرت بشكل كبير بما هو تنظيمي، يعني اليوم الدوري المغربي أعتقد أنا ما يحز في نفسي بكل صراحة حتى نسمي الأمور بمسمياتها، هو أن هناك أخطاء لبعض المسيرين، أخطاء بديهية بإمكانهم أن يتجاوزوها يعني ببعض اللمسات البسيطة. أعتقد فلما يتأخر مثلا تتأخر العصبة الاحترافية في بلاغ والناديان يعني قبل المباراة بساعتين، لا يعرفون أين ستلعب المباراة أو قبلها بنصف يوم، فهذه المشاكل أو هذه الارتجالية إن صح التعبير يجب تجاوزها. وأكيد حتى غياب الرواتب أثر بشكل كبير، تقريبا عندي تواصل مع مجموعة من لاعبي الدوري المغربي، عندما تجد لاعب بدون رواتب لثلاث أربع خمسة أشهر بدون مستحقات مالية حتى نفسية تشعر به على أنه غير قادر على أن يقدم ما لديه من إمكانيات، لكن المادة الخام موجودة اليوم. والأفضل دليل أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا ابن البطولة منتوج خالص سفيان الرحيمي، أفضل لاعب في دوري المؤتمر الأوروبي منتوج خالص حتى لأقسام الهواة أيوب الكعبي، فالمادة الخام موجودة، يجب فقط المسؤولين أن يتحلوا أكثر بالمسؤولية من أجل أن يكون منتوج كروي يسوق على أعلى مستوى. نعم حمزة، نتمنى يعني تجاوز هذه المشاكل في المواسم المقبلة لكي تكون بطولة احترافية 100%. سي حمزة، كنت معنا ضيفا في برنامج دي جي سبور، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذا العدد من دي جي سبور. شكرا فيصل، شكرا. والشكر موصول لكم متابعي صفحات قنوات ميديا ان تي في على مواقع التواصل الاجتماعي ومواكبتكم لهذا العدد من دي جي سبور، نضرب معكم موعدا في الفترة المقبلة. شكرا على حسن المتابعة كالعادة، في أمان الله.